اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدون أسرار توصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباكرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. فلقد بيضة تنصر في العالم المطلق الكبير أو جمال مشهود بالعين، حاول وصل الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من سلم ضم إلا وتمت عليك من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر السام الذي يتنقل في بروجك ليتشرف بك موطن استقراره وموطن خروجك، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة. صلى الله عليه. حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلق الهمة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. وكانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن زني لدت من ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى